بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العنوان مكتوب عندكم اللي هو Alternating Series Absolutely and Conditional Convergence، المتسلسلات المتبدلة Alternating، Alternate بديل، بديل شيء معين. يعني مثلا لما يروح الواحد على الصيدلية ما يلاقيش الدواء المكتوب في روشته ممكن يعطيه حاجة بديل له، مظبوط؟ فAlternating، كلمة Alternating كان جاي أو Alternating Series هي متسلسلة ولكن حدودها تتبدل ما بين الموجب والسالب، الحد الأول موجب، الثاني سالب، الثالث موجب، سالب، موجب، سالب، وهكذا، أو سالب، موجب، سالب، موجب. سموها alternating إذا كانت حدودها متبدلة من موجب إلى سالب. The definition بقول a series in which the terms are alternately positive and negative is called an alternating series. معطينا زي ما أنتم شايفين في الكتاب قدامكم، معطينا ثلاث أمثلة على الالترنيتنج سيريز اللي هو المتسلسلة. ناقص واحد أس أن زائد واحد على أن اللي هي بتساوي لو حطينا أن بتساوي واحد لما لا نهاية. طبعا مش حاطط هذا، أنا بدي أحطها من عندي اللي أخذت الحد النوني وعملت متسلسلة، إيش مشكلة؟ نحط أن بواحد زوجي موجب، واحد على واحد واحد، حط أن باثنين بصير فردي سالب، سالب واحد على اثنين زائد واحد على ثلاثة ناقص واحد على أربعة زائد إلى آخره. صحيح. الحين حط العبوة فيه بس عشان يعبي. طيب الثانية سالب واحد أس أن في أربعة على اثنين أس أن، وأن بتساوي من واحد لما لا نهاية. حط أن بواحد، هذا الرقم سالب واحد أس للإشارة بس، ما هو يا زوجي يا فردي، إذا فردي سالب إذا زوجي موجب بس، والباقي هن بنعوض. حط أن بواحد هي سالب أربعة على اثنين اثنين، يبقى سالب اثنين، بعدها زائد واحد ناقص نص زائد ربع إلى آخره، مظبوط؟ لاحظنا أن باثنين طلع موجب، أربعة على أربعة واحد، وهكذا. فهذه سالب موجب سالب موجب بسموهن alternating series. آخر واحدة اللي هي مجموع ناقص واحد أس أن زائد واحد في أن، حط أن، أن بتساوي من واحد، حطينا أن بواحد بطلع موجب، مظبوط. حط أن بواحد لما لا نهاية، حطوا أن بواحد واحد ناقص اثنين زائد ثلاثة ناقص أربعة زائد إلى آخره. تمام، هدول بنسميهن alternating series، متسلسلات متبدلة أو مش هنقدر نقول تبديلية أو إبدالية لأنها مصطلحات تانية في الرياضيات. بعد هيك بنيجي للنظرية اللي بتعطينا التست اللي هو بسموه alternating test، alternating series test. الاختبار بقول the series، شايفين النظرية عندكم؟ بتقول the series سالب واحد أس أن زائد واحد يو أن، إيش بتساوي هذه؟ وأن نأخذها من واحد لما لا نهاية، لاحظنا أن بواحد زوجي موجب يبقى يو واحد ناقص يو اثنين زائد يو ثلاثة ناقص يو أربعة زائد إلى زائد ناقص واحد أس أن زائد واحد يو أن زائد إلى آخر. هذا بنسميها إيش؟ alternating series، متسلسلة متبدلة. عشان تكون هذه المتسلسلة convergent، بدور عليها قاعدة تشوف منه احنا أكثر كلام نستخدمها، عشان أقول عنها convergent لازم تحقق لي ثلاث شروط.
اي شرط بيختل بتبطل كونفيرجنت على هذا التست. عليكم السلام. تمام. اول شرط اني لو خبيت الرقم هذا، هذا الرقم طبعا هو اللي بيعطيني ايش؟ الاشاره، بيعطيني مره موجب ومره سالب. لو خبيته يكون الحد اللي هان كلها موجبه، لازم يكون. طلعوا الشرط الاول عندكم، the UNs are all positive. شايفين في النظرية؟ the UNs all are positive. كل الـ UNs عندي تكون موجب. تعالوا على هذه، تعالوا على هذه. أنا لو خبيتها، مش هنا في ضمير مستتر تقديره واحد، اعتبروها واحد على أن. لو خبيت هذه، لو خبيت هذه، مش هذا اللي بيعطيني الإشارة؟ هاي الـ UNs هيكون كله واحد زائد زائد زائد، مزبوط؟ واحد نص ثلث ربع، كلهن أعداد موجبة ولا لا؟ هذا أول شرط. هذه الإشارة عشان تعطيني alternating، تعمل لي التبديل للإشارة. لو خبيتها حيظل الباقي positive. هاي أول شرط. ثاني شرط إن يكون non-increasing، مش بالضرورة تكون متزايدة، أو حتى ممنوع تكون متزايدة، لازم تكون إما ثابتة وإما متناقصة، يعني الحدود كل ما لها بتصغر، كل حد أصغر من اللي قبله. عشان هيك قال لي الشرط الثاني. طبعا الشرط الأول الـ UNs أكبر من صفر، الثاني قال لي الـ UN زائد واحد أصغر من الـ UN، يعني الحد. طبعا هو كتب لك إياها بالعكس، أنت قريها من جهة الـ UN زائد واحد، أقل أو تساوي، يعني كل حد أصغر من اللي قبله، معناه المسلسل تكون متناقصة. هاي الشرط الثاني، جميع الحدود موجبة ومتناقصة. الشرط الثالث ان اليو ان تؤول للصفر، لازم اليو ان يؤول الى الصفر. اذا تحققت هذه الشروط بتكون السيريز عندي كونفيرجنت، يعني بستخدم هذا التست. ما ظبطش هذا التست، بنشوف لنا تست ثاني. حلو الكلام. بدنا ناخذ اول واحده، ناخذ اول واحده هذه. هل هذه حققت؟ سامعين؟ اوكي. واحد ناقص نص زائد ثلث ناقص ربع زائد الاخر. حد الان هذه المتسلسله ايش بتحقق من الشروط الثلاثه؟ اول حاجه لو خبيت هذه جميع حدودها موجبه، بعدين متناقصه. لو جبت الحد النوني الواحد على ان يقول للصفر ولا لا؟ الواحد على ان. لو جبت الآن تقول لما النهاية واحد على أن، وأنت تقول لما النهاية بتقول للصفر، يبقى هل تحقق الشروط الثلاثة؟ إذن هذا كونفيرجنت، هذا السيريز بنقول عنها كونفيرجنت. هذا بسموها هارمونيك أو ألترنيتنج هارمونيك سيريز، مكتوبة عندنا. إحنا أخذنا قبل هيك المتسلسلة هذه واحد على أن وأن من واحد لما لا نهاية، قلنا كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ هذه قلنا كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ دايفيرجنت على البي رول، قلنا واحد او اقل كون دايفيرجنت، اكبر من واحد كون كونفيرجنت، صح؟ وجبناها عن طريق التست في الاول، انتجرال تيست، وبعدين صرنا ناخذ، اخذنا قاعده للبي للسيريز، صح؟ فهذه دايفيرجنت، صح؟ لكن هذه كونفيرجنت. هذه لو فكينا حدودها حلاقي كل حدودها موجبه ومتناقصه، وحدها النون يقول للصفر، صح؟ لكنها مش alternating series، فيش فيها تبدل الإشارة، عشان هي كانت divergent، لكن هذه convergent، صح؟ لو أخذنا لها absolute هذه بتصير زي هذا، لكن هذه الميزة عنها ليك إنه هان في موجب وسالب، هان في إشي بروح مع إشي، لكن هان كله بنضاف، وإحنا بينا لكم واحد زائد نص زائد نص زائد ربع زائد ربع زائد ربع زائد، قلنا لكم بتضلها تكبر، وبالتالي خلصنا منها. طب لو جينا لهذه، هذه برضو لو جبنا حدودها، انسوا الإشارات، هتلاقوا انسوا الإشارة موجبات كلهن، أي قيمة لأن بعطينا عدد موجب، والعدد أصغر من اللي قبله، أصغر كل ما له بنقص. كمان حدها النوني، لو جبنا الحد النوني هذا الليمت تبعه لما أنت أقول للصفر، لما أنت أقول لما للنهاية، لو جبنا الليمت اليو ان لما انت اقول لما لا نهايه، سوينا ليميت هذا الكلام لما انت اقول لما لا نهايه، الاربعه بتطلع برا في ليميت
اللي هي واحد على اثنين أس أن، أن تقول لما لا نهاية، أو واحد على اثنين أس ما لا نهاية، صح؟ ليه صفر؟ هذا عندنا قاعدة في النظرية في سكشن عشرة، واحد اللي قلت لكم فيها ست بنود نظرية فيها، هذا بتقول للصفر مباشر. يا إما لو خليناها، ليش ما حد يقول أن تقول لما لا نهاية؟ بصير واحد على اثنين أس أن، لما أن تقول لما لا نهاية، ما لا نهاية، واحد على نهاية بيطلع صفر، أربعة في صفر صفر. إذن هذه المتسلسلة الله يرحمها قبل ما امسحها كانت إيش؟ تحقق لنا الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة. الثلاثة. مزبوط؟ تحقق. أول حاجة حدودها موجبة ومتناقصة والحد العام يقول إلى الصفر. أهم حاجة أنها متبدلة. أهم شيء. بتكون convergent. طيب. خلصنا من الكلمتين هذول. الآن بدنا نروح ل absolute and conditional convergence. يعني احنا الان من سيكشن 10 6 اللي شرحناه الصفحه الاولى وناخذ مثال رقم 2 بس، مثال رقم 3 بتنسوه. مثال 2 اللي هو تحت النظريه شرحته على اللوح شرحناه الان حكينا 3 بدنا شيء. الان نروح للعنوان absolute and conditional convergence. Absolute and conditional convergence. هذا definition. متى يقال إن series converges absolutely أو absolute convergence؟ ومتى بنقول عنها converges conditionally؟ خلينا نحن في absolute في الأول. طلعونا على هذه المتسلسلة. لو أخذت الأبسوليوت تبعها هل هي كونفيرج؟ لا. تطلع هذا. كونفيرج. يبقى هذه مش كونفيرج أبسوليوت. إذا كان عندي سيريز AN هذه سيريز عشان أقول عنها أبسوليوت كونفيرجنت لازم أروح أفحص الـ AN تبعها. إذا هذه المتسلسلة converges، إذا هذه converges بقول هذه converges absolutely. بحكم على المتسلسلة إنها absolute convergent أو converges absolutely إذا كان الباور سيريز المقابلة إلها بالأبسوليوت converges. هذا هيك نص التعريف بقول. كمان مرة نقرأ. A series sigma a n converges absolutely. انسوا بين قوسين. If the corresponding يعني إيش؟ المقابلة إلها. المقابل إله. If the corresponding series of absolute values converges. يبقى إذا هذه converges بقول إذا هذه converges absolutely. يعني ممكن نرتب لكم اياها زي هيك. خلاص يبقى اف هذا القلم اللي على اللوح من امبارح ما ضلش استخدمه. كويس. اف هذه كونفيرج هذا ملايز انه هاد كونفيرج ابسولوتلي. تمام. مثال على هذا الكلام نشوف المثال اللي هو 4. مثال رقم 4 هل هي كونفيرجنت ابسولوتلي ولا لا؟ وقت ايش بحكم على كونفيرجنت ابسولوتلي بدي اخذ الابسولوت للمقابله. اذا الاكزامبل بيقول لي اللي هي انت كنت تكتب سالب 1 اس ان زائد 1 ولا فيش أس أن بس في واحد على اثنين أس أن وأن من وين لوين؟ من صفر لمن. طبعا لو بدنا نفك شوية حدود منها حط صفر واحد 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 ناقص نص. طبعا هذا للإشارة. خلاص موجب سالب موجب سالب وهان اثنين زائد ربع. بطل يكتب ولا ماخذ قلم بطل يكتب. ما أنا قلت من امبارح بدي شيء
زائد إلى آخره، صح؟ معقول؟ طيب هذه نشوف احنا خلص الرجع مطرحه. عليكم السلام. الان هل هذه كونفيرجز ابسولوتلي ولا لا؟ ايش بتدعم؟ يعني السؤال ممكن يقول لي does the series ويعطيني هذه، يقول لي كونفيرجز ابسولوتلي، بنقول له احنا بدنا نجيب السيريز تبعتنا ابسولوت سالب واحد to the n في واحد على اثنين اس n، وان من زيرو لما لا نهايه. لما ادخل ابسوليوت سالب واحد اس هذه بتطير لانها واحد، حتطلع في الاخر يا سالب يا موجب، وبالتالي حتسوي لي سيجما لا ابسوليوت واحد اثنين اس ان. طب هذول موجبات دائما لان عمرها ما بيطلع سالب، فباخذها بدون الابسوليوت، فبقدر اكتبها بالصوره هذه مباشره، وان بتساوي من صفر الى ما لا نهايه. ممكن افك بعض الحدود، ممكن وأقول واحد زائد نص زائد ربع زائد إلى آخره، تمام؟ طبعاً هذه غير عن هذا، هذه عبارة عن إيش؟ واحد زائد نص زائد ثلث زائد ربع زائد إلى آخره، مظبوط ولا لا؟ هذه غير، يعني قصدي مش نفس الأرقام، واحد زائد نص زائد ربع، إيش ميزتها؟ الآن لو قسمت نص على واحد، ربع على نص، تمن على ربع نص، هذه متسلسلة هندسية جيومتريك سيريز إلى أساس، لكن هذه مش جيومتريك سيريز، صح؟ عشان هيك هذه which is geometric series with الA بتساوي واحد والR بتساوي نص، القيمة المطلقة للR أقل من واحد، إذن هذه converges ولا لا؟ كونفيرج لايش؟ اذا هذه المتسلسله اللي عندي اللي هي 1 على 2 اس ان او اللي هي بتساوي هذا الكلام بتقول الى 1 على 1 ناقص ار، صح؟ الواحد اللي هي 1 على 1 ناقص نص بيطلع 2، 1 على نص 2، يبقى هذه كونفيرجنت. نص على 1 مش 1 على نص، انا بقسم الثاني على الاول، الحد على اللي قبله، الحد على اللي قبله، عشان اشوف اي مسلسل هندسي بنعمل زي هيك في الحسابيه، بنطرح الحد ناقص اللي قبله، المهم فبيطلع اثنين بغض النظر ايش اثنين، المهم تقول الى عدد معين ولا لا؟ يكون فيرز، هذه كونفيرز، ما دام هذه بالابسوليوت كونفيرز يبقى هذه الاصليه كونفيرز ابسوليوتلي، كونفيرز ابسوليوت، تمام؟ نكتفي بهذا المثال ونشوف اللي بعده. هذا اللي هو مثال 4. طب اطلعوا على مثال 5 اللي هي ناقص 1 اس ان زائد 1 1 على ان، هل هي كونفيرج ابسولوتلي؟ لا، بتضل 1 على ان اللي هي دايفيرجنت، وبالتالي هذه doesn't converge absolutely، صح؟ doesn't converge او doesn't converge absolutely، doesn't هتسحب الاس منها ولا لا؟ اوكي doesn't converge absolutely. اوكي خلصنا، ننزل للديفينيشن اللي تحت. الديفينيشن ايش بقول؟ A series that converges but doesn't converge absolutely converges conditionally. يعني لو كانت عندي انا series زي هذه، عشان هيك انا محافظ عليها للحين ان شاء الله امسحها. هذه اللي قدامي converges ولا لا؟ طيب هل هي converges absolutely؟ لا. يبقى هذه بقول عنها conditionally. كونفيرج كونديشنالي، انسوا الاسم خلاص، احنا هذه بس زي ما قلنا للعلم، لان لما استخدم اخرى شويه مصطلحات تكونوا فاهمين. اهم حاجه عندي لما اقول لكم الترنيتنج سيريز بلزمنا في سكشن 10-7 المهم عندنا. طيب يبقى انا لما اقول عنها كونديشنالي وقت ايش؟ اذا كانت هي كونفيرج اند دازنت كونفيرج ابسولوتلي، دازنت كونفيرج ابسولوتلي بنقول عنها. شو حاجات كثير بدها حفظ غلابة أنت والله، صحيح الواحد محزن عليك كثير وفي أسئلة كثير، لا بس الأسئلة إحنا معفينكم حتى الآن، حتى الآن على الكلام. إجزامبل 5 هو الكلمتين اللي إحنا حكيناها،
نشوف النظرية. النظرية بتقول the absolute convergent test. absolute convergent test. النظرية بتقول صفحة 111. هاي النظرية. هيك. عشان أحكم على سيكونس إنها كونفيرجنت ولا لا. طبعا عشان نأخذ تستات اختبارات مظبوط. عشان أقول عن هذه كونفيرج بقول لي إذا كانت هي كونفيرج أبسوليوتلي فهي كونفيرج. فهي كونفيرج. إذا جبنا الأبسوليوت تبعه كونفيرج فهي الأصل بتكون كونفيرج. تمام. هيك نص النظرية. إف الأبسوليوت كونفيرج ذن هي كونفيرج. هي اللي قبلها اللي قبلها يعني أنا اللي قبلها كنت أقول لك اختبري هل المتسلسل اللي قدامك ناقص واحد أس أن في أربعة على اثنين أس أن مثلا قلنا هذا هل هي كونفيرجز أبسوليوتلي ولا لا؟ إحنا بقينا مظبوط قلنا بنروح بنجيب الأبسوليوت إذا كانت كونفيرج إذن الأصلية كونفيرجز أبسوليوتلي ويكسر معنا هالحين بقول لي هل هي كونفيرج ابسولوتلي ولا لا فانا بروح لهذا الاختبار الان بقول لي هل هي كونفيرج ولا لا بعطيني مسلسل بقول لي هل هي كونفيرج ولا لا بروح بجيب الابسولوت تبعها تمام يعني مثلا لو قال لي المتسلسله ناقص واحد اس ان في واحد خلوكم معي هذا هو المثال عن النظريه هل هذه كونفيرج ولا لا بقول هيك بقول له طيب انا عن اذنك خليني اجيب الابسولوت تبعها إذا الأبسوليوت كونفيرج فهذه كونفيرج مباشرة تمام؟ هتسوي لي إيش؟ واحد على أن تربيع كونفيرج على البي بتساوي اثنين أكبر من واحد صح؟ كونفيرج هذه بقول عنها كونفيرج هذه هنا شيل هذه بس هذه كونفيرج أبسوليوتلي هيك أنا كنت أقول هذه كونفيرج أبسوليوتلي صح؟ هل هي كونفيرج ولا ابسوليوتلي ولا لا؟ بقول له خلينا نفحص بجيب الابسوليوت ما دام طلعت كونفيرج اذا الاصليه كونفيرج ابسوليوتلي هذه بقول لي هل هي كونفيرج ولا لا؟ ما قاليش كونفيرج ابسوليوتلي ولا لا؟ هي كونفيرج ولا لا؟ بقول له استنى شويه اخذنا الابسوليوت طلعت كونفيرج يبقى هذه كونفيرج اذا الابسوليوت طيب هذه في الاصل بقت ناقص واحد اس ان واحد على ان المجموع هل هذه كونفيرج؟ نجرب الابسوليوت تبعها لا هذه يمكن تكون ابسولوتلي كونفيرج برضه لقيناها لا صح لكن لقيناها على الالترنيتنج تيست كونفيرج بتاعت الشروط الثلاثه انها حدود موجبه وتتبدل موجب سالب موجب وبعدين تؤول الى الصفر طيب هاي المثال خلصنا بكفينا هاي نهايه 10 6 يبقى احنا اخذنا حاجه اسمها السمري تيست هذا اللي هو ملخص كل التستات اللي اخذناها من بداية 10 2 متهيألي كيف يعني؟ يعني لو أعطاك أي سيريز زي هذه خذ الحد العام تبعها الحد النوني تبعها إذا كان لا يؤول للصفر يبقى هي دايفيرجن صح؟ لأنه احنا ايش أخذنا؟ أخذنا الأنث تيرم تيست الحد اختبار الحد النوني صح؟ قلنا إذا كانت كونفيرجنت فالاي ان لازم يقول للصفر أخذنا المعاكس الإيجابي إذا كان لا يقول للصفر يبقى هي دايفيرجنت فبقول لي خذ الحد النوني إذا يقول للصفر بقول لك اختبار ثاني إذا كان لا يقول للصفر يبقى دايفيرجنت خلصت هاي السمري بتروح على الكومبارزون تيست ما ظبطش خذ الليمت كومبارزون تيست ما ظبطش خذ الريشيو تيست ما ظبطش خذ الانثروت تيست فكل هدول تيستات أو اختبارات صح؟ وكل هذا بس عشان انا لما اقول لكم مصطلح الريشيو تيست تكونوا فاهمين عن ايش بحكي اقول لكم الترنيتنج سيريز تكونوا فاهمين ايش بحكي فاللي اخذنا كل السكشنز اللي فاتن 10 6 لعند عشان نبدا في 10 7 الان نروح ل 10 7
10 7 اللي هو الباور سيريز. الباور سيريز اللي هي متسلسلات القوة. طبعا لو كتبت لكم واحدة منهم الآن هتحسوها يعني متسلسلة عادية زي اللي قبل. في كل اللي فات لو رجعتوا لأي مثال هتلاقوا لما بنقول واحد على أن أو واحد على أن تربيع أو سالب واحد أس أن على اثنين أس أن أي حاجة هتلاقوا هنا كلهن بدلالة الأن. الرموز المستخدمة عندي أن بتساوي أن بتساوي مظبوط. الباور سيريز بيدخل عندي الإكس كمان في الموضوع لأول مرة بصير عندنا سيريز فيها إكس. لما يكون فيها إكس يعني متغير بصير اسمها باور سيريز. تمام. الصورة العامة للباور سيريز عندنا هي الصورة العامة للباور سيريز هي سيجما سي أن اللي هو المعامل في إكس ناقص إي أوس أن وان بتساوي من صفر الى ما لا نهايه. هذه الصوره العامه مكتوب صفحه 114. هذه هي الصوره العامه اول مره نقحم الاكس في الموضوع. السي ان بسموه المعامل كوفيشنت او عدد. السي ان والاي اعداد حقيقيه موجبه اعداد حقيقيه والان طبعا اللي هي الانتجر. الاكس متغير. ماذا نقصد بالمتغير؟ لما اقول اكس هنا متغير ماذا بقصد في المتغير؟ كل ما غير قيمة لإكس يعني بدل الإكس لو حطيت 5 مثلا بقدر أفك هذه إلى ما لا نهاية بعطيني متسلسلة لكل إكس فيه متسلسلة. ملاحظين؟ كل قيمة لإكس بطلع عندي متسلسلة لحال. حطي بدل إكس واحد حطي بدل إكس نص بعطيني متسلسلة وفكيها حط بدل إكس. إذن إكس متغير لكن في المتسلسلة الواحدة تعتبر ثابت صح؟ الإكس الواحد حط 5 صارت ثابت وكملي صارت متسلسلة. حط نص صارت متسلسلة لكن النص ثابت عندي وهكذا. إذن الإكس عدد حقيقي. السي أن والإي أن قلنا أعداد حقيقية ثوابت موجبة. الإي بسموها center of the power series المركز تبعها مركز الباور سيريز الإي. هذه لو فكناها هنلاقي صورتها إيش؟ حط أن بصفر سي صفر وهذه بواحد والصفر زائد حطي واحد سي واحد اكس ناقص اي اس واحد زائد سي اثنين اكس ناقص اي تربيع زائد الى اخره زائد سي ان اكس ناقص اي الحد النوني. تمام. هذا بنسميها الباور سيريز والاي بنسميها سنتر اوف ذا باور سيريز. طيب في حاله خاصه لو حطينا الاي بصفر احنا هناخذ في سكشن 7 8 ان شاء الله حاجه اسمها سيريز باور سيريز ماكلورين وفي تايلور. لماكلورين بحط عند اي بصفر يعني بيشتغل على يكون مركز الباور سيريز تكون هي الصفر. فلو حطينا بدل اي بصفر هيصير عند المتسلسله لو قلنا 4 هنا سبيشال كيس السنتر الصفر ان بتساوي 0 لما لا نهايه لا سي ان اكس اس ان صح ولا لا؟ هذه لو فكناها ايش هتطلع عندي؟ ايش هذه؟ ان سي صفر زائد سي واحد اكس زائد سي اثنين اكس تربيع زائد الى اخره. تمام. هذه متسلسله من متسلسلات القوه لانه فيها اكس صح؟ والسي متغير. طيب نشوف المثال الاول. المثال الاول بيقول لي لو رحنا للصيغه الثانيه هذا بسميها الصيغة الأولى وهذا بسموها الصيغة الثانية. لو رحنا للصيغة الثانية وحطينا بدل السي أن حطينا واحد لكل السي أنز حطيناها بإيش؟ بواحد. يعني هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد إيش حتصير؟ هنا الإكزامبل بوت سي أن تساوي واحد ان 2 في العلاقه رقم 2 حتصير عندنا المتسلسله اكس اس ان وان من صفر لما لا نهايه بتساوي هيك حصير 1 زائد اكس اكس تربيع زائد اكس تكعيب زائد للصبح زائد اكس تو ذا ان زائد الى اخره.
تمام هيك؟ هاي حالة خاصة، هذه حالة خاصة. بقول لي اطلع تعريف؟ هو التعريف هذا مش مشكلة. طيب وين؟ لا هي ايه، هي ايه المركز اكيد. معقول ما انتبهتش له؟ ما انتبهتش له. للتعديل كويس، نعلم عليها. اوكي طيب، بقول اطلع على الباور سيريز الاخير. لو لاحظنا، لو قسمت اكس على واحد، اكس تربيع على اكس، اكس على واحد اكس، مش واحد، اكس تربيع على اكس اكس اكس. هذا مسلسل ايش؟ هندسي. هي مسلسل هندسي. متى بتكون كونفيرجنت؟ الابسوليوت اقل من واحد. الابسوليوت لمين؟ للار. انا عندي الار هنا باكس، يبقى هذه كونفيرج فقط على الفتره ابسوليوت اكس اقل من واحد، ودايفيرجنت خارج هذه الفتره. يبقى انا في السين عندي الان اسمها انترفال اوف كونفيرجنس. في فتره بتكون عندي المتسلسله عليها كونفيرجنت، وخارجها ما ليش دخل، دايفيرجنت بتكون. هذه از بنقدر نقول متسلسل هندسيه، وبتكون كونفيرجنت. نكتب هان خلص انس واحد، بنقول كونفيرج وين ابسوليوت اكس اللي هي الاساس بتساوي اقل من واحد. طبعا احنا هنا قلنا هذه عباره عن ايش؟ جيومتريك سيريز. برضو انت لليوم ما سلكتش، بعود اسمع. هذه is a geometric series with a بتساوي واحد و r بتساوي x. بتconverge لما تكون absolute x أقل من واحد، صح؟ طيب طبعا هذه ايش تعني؟ انه x ما بين الواحد وسالب واحد، يعني open interval عندما ناقص واحد لو converge. طيب converge لا ايش؟ ايش مجموع المتسلسله الى ما لا نهايه؟ مسلسله هندسيه. واحد على واحد ناقص اكس كون فيرج تو اي على واحد ناقص ار. انا بتعمد دائما اكتب القانون عشان نحفظه. اي اللي هي واحد على واحد ناقص اكس. اذا واحد على واحد ناقص اكس بيساوي لنا مجموع اكس اس ان، وان من صفر لما لا نهايه، اللي هو بيساوي واحد زائد اكس زائد اكس تربيع زائد الى اخره. اذا متسلسله قدرت اعبر عنها باقتران ولا لا؟ وهذا الاقتران لو بدي اكامله ايش بعطيني؟ بسيط، سالب لن ابسوليوت المقام، صح؟ بس مش شرط المقام، بس بده سالب، بحط سالب هنا وسالب هنا، صح؟ سالب لن ابسوليوت المقام بغض النظر. احنا لاحقا حنشوف كيف احنا بنكامل المتسلسل، بنكملها تيرم باي تيرم، حد حد. تكامل هذا هو تكامل هذه هو تكامل هذه. هذا كلام بسيط. اذا قدرت اعبر عن متسلسله بصوره اقتران، او بالعكس بقدر اعبر عن اقتران في صوره متسلسله اللي هي باور سي. هذه واحده منها، تمام؟ طيب المثال اللي بعده بيقول لي ارجع للصوره رقم واحد وحط لي بدل السي ان سالب نص اس ان، وبدل الاي اثنين. يبقى هنا حتصير عندي خلص، هذا فكينا منه. حط ان بصفر واحد، حط ان بواحد بيطلع ناقص نص في اكس ناقص اثنين. مدام سالب معنى ماشي، ان صفر واحد الان اثنين بيطلع موجب، صح؟ ربع، ربع في اكس ناقص اثنين الكل تربيع ناقص ثمن في اكس ناقص اثنين تكعيب زائد الى اخره. هاي متسلسله باور سيريز. طب هل هذا جيومتريك ولا لا؟ برضه لو قسمت هذا على هذا، صح؟
ولو قسمت هذه على هذه which is برضو هذه كمان عبارة عن geometric series with الA بتساوي واحد والR بتساوي سالب نص x ناقص اثنين. طيب هذه converge ولا diverge على فترة؟ إيش الشرط؟ absolute. نقول which هذا converge on absolute سالب نص x ناقص اثنين أقل من واحد اللي هي هذه. قبل ما أحط سالب واحد وواحد أنا الأبسليوت عارفين إحنا أبسليوت إيه هنا في الطريق هنا بس إحنا عارفين أبسليوت A في B هي أبسليوت A في أبسليوت B صح بتوزع لكن في الجمع بتوزعش بتوزع بأقل من أو يساوي بغض النظر حكيناها قبل هيك فأنا بدي أوزع أخذ أبسليوت لهذا وأبسليوت لهذا أبسليوت النص نص في أبسليوت الX ناقص 2 أقل من واحد صح صح اضرب الطرفين في 2 ابسولوت اكس ناقص 2 انا لوين رايح ايش بدي انا بدي في الاخر اصل لفتره زي هيك بدي اكس من وين لوين تكون عليها السيريز كونفيرجنت بدي فتره بحاول بمشي اقل من 2 هذه فكها سالب 2 اقل من اكس ناقص 2 اقل من 2 اجمع 2 لكله 0 اقل من اكس اقل من 4 يبقى هذا كونفيرجز على الفترة من صفر لأربعة تمام؟ طيب لإيش كونفيرجز؟ بدها تقول المجموع طيب قديش يساوي؟ هذا الانترفال اوف كونفيرجز بنقول بالضبط بنقول احنا مجموع المتسلسل هذا اللي هو قدام ناقص نص ان اكس ناقص 2 تو ذا ان جوز او يساوي اللي هو الفك هذا اللي عندنا ابصر مين زائد ابصر مين يساوي اي على واحد ناقص ار ويساوي A اللي هي الـ A واحد على واحد ناقص هذا زائد نص طيب عشان أبسطها بدي أضرب المقام في اثنين والبسط في اثنين اثنين على اثنين زائد X ناقص اثنين صح؟ اثنين أضربهم في اثنين بتروح بضل X ناقص اثنين بيطلع اثنين على X أصبحت هذه هي عبارة عن 2 على x زي ما هذه هي متسلسلة يبقى بقدر أعبر عن بعض الاقترانات على صورة متسلسلة صح؟ هذه لو بدي أكملها أبسليوت x برضو لازم تقع في غلط لازم في غلط مظبوط 2 لن أبسليوت x لو بدي أكملها طبعا ممكن أكمل هدول تيرم باي تيرم حد وطبعا هدول سهل تكملات لأنه جوا خطي باجمع واحد وبقسم على الأس الجديد ومعامل إكس واحد يعني جاهز صح؟ تذكير طبعا في ناس ما فهمتش ولا حاجة من اللي قلته مش معانا أول بأول لازم تعملوا أبديت مزبوط؟ ما علينا بعد هيك الداش الموجود عندنا صفحة 115 How to test a power series for convergence احنا حتى الان بنجيب باور سيريز وبنقول وين هي كونفيرجنت وين بتكون احنا بنحدد الفتره بقول لي لو جبت باور سيريز عشان تحكم عليها وين هي كونفيرجنت في عندي حاجه اسمها الريشيو تيست تتذكروا الريشيو تيست ايوه الحد التالي على الحد السابق بالضبط طب ايش نصه كاملا قال لي لو كان عندك اي سيريز AN الريشيو تيست بيقول لي جيب الـ AN زائد واحد على الـ AN وخذ الليمت لما أن تقول لما لا نهاية وليكن طلع الجواب رو رو إذا أقل من واحد كونفيرج مش تعملوا لها على الـ B rule يخشن في بعض الـ B rule إذا أكبر من واحد كونفيرج لكن هنا رو هذا ما فيش فيش حاجة أس عشان أقول هذه أس صح؟ هذا ما لازم فهنا إذا الليمت أقل من واحد كونفيرجن أكبر من واحد أو تساوي واحد إنكونكلوسيف قلنا يفشل الاختبار أو لا غير صالح للحكم تمام؟ وبالتالي هنا بقول لي عشان تحكم على باور سيريز زي هذه اللي قدامنا هل هي كونفيرجن ولا دايفيرجن أو وين هي كونفيرجن استخدم
الريشيو تيست عشان تحكم كمان مرة. قال لي عشان أحكم على هذه الباور سيريز وين هي absolutely convergent، مش converge بس، بدنا نشوف وين هي absolutely convergent. فاستخدم الريشيو تيست. فعشان أشتغل على الريشيو تيست بدي أجيب هدول صح عشان تكون absolutely convergent، وحاخد الابسولوت لهذا الكلام والجواب هو اللي بحكم عليه. فالبند الأول بيقول لي use the ratio test to find the interval where the series converges absolutely، when converges absolutely. طيب احنا هان مش هتفرق عندنا لما ناخذ الابسولوت، كل القصة هتتأثر عندي بس الإشارة لما أخذ أبسليوت، لأنه دول الأرقام معتبرة وهذه مظبوط هتصير موجب 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 موجب. لو قسمت هذا أهد وهذا هذا هيعطيني موجب نص، وبالتالي هقدر أشتغل بس يمكن يطلع لي اقتران جديد بدل ما هي زاد تصير ناقص، مش مشكلة كتير. فالمهم هذه أنا عشان أحكم عليها، إحنا طلعنا الانترفل تبعته من وين لوين؟ من صفر لأربعة، من صفر لأربعة، من صفر لأربعة. هذا اللي بتكلم عنه البند الأول. الآن البند الثاني بيقول لي إذا طلعت عندك الباور سيريز في عندك انترفل اوف كونفيرجنس، طلعت أنا عندي الصفر والأربعة، بدك تشوف هل الصفر والأربعة ضمن الانترفل اوف كونفيرجنس ولا لا. يعني هل أسكرها ولا خليها مفتوحة، ولا مسكرة من شقة ومفتوحة من شقة؟ هذا اللي بيقول لي إياه في البند الثاني. كيف بصير هذا الكلام؟ أوضح لكم أنا خاطر أوضحه من الأمثلة اللي هان، لأن الأمثلة مهمة، لكن عشان صرنا حلين وخلصين هان، صرنا حلين وخلصين. لو اشتغلنا على النص تبعه، أول حاجة لما بدي أجيب الأبسوليوت كونفيرجنس، لا إله إلا الله، أنا بدي أختصر لأنه مع الشباب التحقنا في الوقت. بدي أخذ المثال اللي تحت النص بس، أي نعم. طبعا احنا في مثالنا الاخير طلعت عندنا من صفر لأربعة، في اللي قبله من ناقص واحد لواحد مظبوط التنتين. هو اللي بده يقول لي اياه، بتروح انت عند الواحد بتعوض في الباور سيريز، مين اللي في النص؟ يبقى انا بتعوض في الباور سيريز عن اكس بسالب واحد، عشان هل اضيف هذه للاكس ولا ما اضيفهاش، فانا بتعوض عن الاكس في الباور سيريز. فلما كانت عندي اكس اس ان وان بتساوي من صفر لما انا مشي، كانت هذا اول واحده اللي طلعت واحد على واحد ناقص اكس مظبوط، هذه كان واحد زائد اكس زائد اكس تربيع زائد الى اخره، حتى بالابسولوت هتطلع هي. هل الواحد هان يضاف للفتره الكونفرجنس ولا لا؟ بنقول له عوض بدل اكس بواحد، انا حكيت على سالب واحد خليها سالب واحد، بدي اعوض سالب واحد، هاجي اعوض هنا سالب واحد اس ان، ايش حتصير؟ واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد للصبح. هذا عشان مجموعها إلى ما لا نهاية، أنا مش عارف ما لا نهاية، عدد مش محدود، قد يكون زوجي وقد يكون فردي أو قد يكون ما علينا، أنا عدد الحدود قصدي عدد الحدود. ما لو كان عدد زوجي هتروح للصفر، طب وإذا فردي؟ واحد. يبقى هذا أنا مش عارف لإيش تنتهي في الآخر، هل في الآخر كونفيرج لواحد ولا كونفيرج للزيرو؟ ما دام تشعبت الاحتمالات اذا هان دايفيرجنت دازنت كونفيرج، اذا هان السالب واحد لا ينتمي للانترفال. اجرب الواحد، حط الواحد حصير واحد زائد واحد، واحد زائد واحد هذا بيطلع لي ما لا نهايه دايفيرجنت برضه، اذا بتضل الانترفال اوف كونفيرجنس هي هان. لو اخترت للاكس اي رقم في هذه الفتره حتكون كونفيرجنت، خارج هذه الفتره بتكون دايفيرجنت. هذا اللي بدنا نقوله احنا في المثال التالي. الصحيح المثال التالي في عنا أربع بنود، غريب يعني أنتم الحمد لله ضايل في نص ساعة، في نص ساعة أما عند الطلاب يعني بس شرحت لهم A وخلص، وقلت لهم البي والسي والدي بتقرون في الدار، بتقرون في الدار، أنا متأكد لا هيفتح ولا هشوف ولا، واللي مش فاهم حاجة يسألنا على الواتساب كلام فاضي. أنا قلت لكم أنتم بتلخموني تخلوني إيش أنام، بضل التنتين وأنا أرد عليكم، بصير ولا بصير؟ إيش بصير؟ الغالبية بيجرب. فالسي والديك حلهن سطرين، يعني عشان هيك احنا بس الاي اللي فيها دش كثير. نشوف ايش بقول لي. السؤال بقول لي for what values of x does the following series converge. طيب
لا يعني ما هي القيم اللي عليها بيكون؟ طبعا القيم مش شرط تكون ارقام محدده، ممكن تكون انترفال، انترفال اوف فاليوز ناقص واحد تو دي ان ماينس 1 في اكس ان على ان. وين فور وات فاليوز اوف اكس داز ذا فولوينج سيريز كونفيرج؟ هذه لو فكناها طبعا هذه شغلتها ايش؟ الاشاره سالب وموجب. حطي ان بواحد صفر واحد، واحد على واحد واحد، يقول بعدها ناقص، وانسي هذا وتضلكوا عوضوا هنا. حط ان باثنين اكس على اثنين، بعدها اكس تكعيب على ثلاثه، مظبوط هيك؟ ناقص اكس بس اربعه على اربعه زائد الى اخره. لا حطن هذه اللي الصفر بس وراحت، يبقى هنا اكس تمام. طيب هذا السيريز نشوف وين كونفيرج. الان ايش قال؟ لازم اول حاجه اشوف على الريشيو تيست، بدي اجيب الابسوليوت اي ان زائد واحد على الاي ان، افحص اشوف. طبعا بعد ما بنخلص بنقول لايش يقول، كلمه يقول يعني كاني ماخذ له الليمت لما ان تقول لما لا نهايه، اختصار للكلام هذا بنقول تقول الى كذا، بمجرد النظر بكفينا، ما فيش داعي يعني اكتب ليمت وتقول والى اخره. الان هذا ايش بتساوي؟ الان بدي اروح للترم اللي عندي، كل ان بدي احط مطرحها ان زائد واحد ناقص واحد اس ان زائد واحد بدل الان ناقص واحد اللي هي في اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد، بدل تقسيم ضرب واقلب اللي هان. الاي ان هو الحد هذا بحاله، الاي ان هو اللي هان صح؟ خلوكم معي الله يرضى عليكم، واللي بتسرح في اي حاجه بعيد من اول، لسه احنا على البار ما تغمقناش. الان الاي ان هي هذه، فبدي اقسم عليها، بصير عندي ان على ناقص واحد اس ان ناقص واحد في اكس اس ان، هاي الابسوليوت صح؟ قلبنا. الان ان السالب واحد مع الموجب واحد قلنا مع الابسوليوت بروح خالص ننساه صح؟ حتى ما تطلع هذه ان ناقص ان زائد بيطلع ناقص واحد اس واحد، يعني بيطلع سالب واحد في الاخر. هذه محل ما هو حيطلع يا سالب واحد يا موجب واحد، في الحالتين الابسوليوت حيطلع، يبقى حيسوي لي بلاش غاد هاي هان اكس، معلش خليني اعزل الانات لحال والاكسات لحال تمام. هذا ابسوليوت بتوزع ابسوليوت الاول في ابسوليوت الثاني، هذا لانه موجبات دائما بيطلع من برا الابسوليوت صح؟ فابسوليوت هذه عباره عن اكس اس ان في اكس، او بتقولوا تطرح الاسس بنفع التنتين على اكس اس ان، تروح هذه مع هذه بضل عندنا مين؟ اكس جوا الابسوليوت. الان بدي اشوف الليمت لهذا الكلام لما ان تقول الى ما لا نهايه. الان بدنا نستخدم الريشيو تيست، انا اكتب فوقها احسن. الان بدي اقول اذا ليمت الابسوليوت اي ان زائد واحد على اي ان ابسوليوت لما ان تقول لما لا نهايه يساوي ليمت لما ان تقول لما لا نهايه لان على ان زائد واحد في ابسوليوت اكس يساوي. الان هنا ايش مكتوب؟ ان ان بدها تروح تاخذ 1 2 3 10 100 1000 مليون، بدها تقول لايش؟ لما النهايه. هل حدا هنا جاب سيره الاكس؟ اذا الاكس ثابت تعتبر، لانه رمزها غير عن رمز تبع دليل الليمت، فهذا يعتبر ثابت ويطلع برا. بعدين انا قلت لكم في البدايه انه الاكس هنا على الرغم من انها متغير، لكن لكل قيمه لاكس تعطيني متسلسله صح؟ وبالتالي لكل متسلسله الاكس تعتبر ثابته. وهنا بتعمل في الليمت، دليل الليمت هو الان، يبقى هي المتغير اللي عندي هذا غير الان زي ما بدك، بتضل هذه ثابته، بطلعها برا بتصير ابسوليوت اكس في ليمت الان على ان زائد واحد من معلوماتك تبعت الما لا نهايه المعامل على المعامل واحد، يبقى بتصير ابسوليوت اكس.
طبعا في الكتاب كتب لكم هنا تؤول الى ابسولوت اكس، مش هيك؟ هيك مكتوب. هذا معناه هذا الكلام اللي عندي، صح؟ طيب ما دام الحد النون الان يؤول الى ابسولوت اكس، متى بلاش هان، متى هذه بتكون كونفيرجنت على الريشيو تيست؟ هذه الرو، الجواب هذا الرو اللي عندي. متى تكون كونفيرجنت؟ اذا كان اقل من واحد، مش قلنا هيك الريشيو تيست؟ اذا كان الليمت طلع رو والرو هذا اقل من واحد تكون كونفيرجنت، واكبر من واحد دايفيرجنت، ويساوي واحد انكونكلوسيف. فانا بدي اقول هان اذا تباور سيريز او السيريز هذه تبعتنا كونفيرجز ابسولوتلي وين ابسولوت اكس اقل من واحد اور سالب واحد اقل من اكس اقل من واحد. هيك فك الابسولوت، صح؟ الان بدي اشوف هل الواحد والسالب واحد ضمن الانترفال اوف كونفيرجنس ولا لا، فبدي اروح للباور سيريز الاصلي واعوض عن اكس بايش؟ سالب واحد. فبدي اجي اقول له هان اول حاجه ات اكس بتساوي سالب واحد، ماشي انا بعد عندكم بالواحد مش مشكله. طيب انا ما بديشها، انا بدي هذه، هذا الكلام كله خلصنا. الان لما اعوض عن اكس بواحد بدي اقول له ات اكس بتساوي سالب واحد، رجعت سيريز عاديه من الاولانيات مش باور سيريز، اختفت الاكس، صح؟ فبدا تصير عندي كالتالي السيريز، مجموع ان بتساوي واحد لما لا نهايه، سالب واحد هذا ملوش دخل، ان ناقص واحد في واحد على ان سالب. شو سالب؟ سالب واحد بدل مين؟ بدل اكس. اوكي سالب واحد اس ان، يبقى هذه مع هاد بدها تصير مجموع سالب واحد اس 2 ان ناقص واحد في واحد على ان، خلينا نقول وان بتساوي من واحد الى ما لا نهايه. هذول ايش شغلتين؟ الاشاره. بس خذوا بالك هنا الاس عشان 2 2 في ان، الاثنين في اي عدد صحيح بيطلع زوجي، والزوجي لو طرحنا من واحد فردي، يعني هذا فردي دائما، وما دام هذا فردي دائما يبقى الاشاره سالبه دائما، صح؟ وبالتالي ما دامها سالبه دائما يبقى هذه مش alternating series، مش متبدله، لو متبدله كان قلنا convergent على طول. فهذه لما نفكها حلاقيها سالب واحد، سالب نص، سالب ثلث، سالب ربع الى اخره، صح ولا لا؟ لو اخذنا سالب عامل مشترك ظل عندي واحد زائد نص زائد ثلث زائد الى زائد واحد على ان زائد الى اخره. هذه هي عبارة عن سالب للمتسلسلة واحد على ان. من قديش؟ من واحد. وهذه مالها؟ انسى السالب، هذه ايش؟ دايفيرجنت، يبقى دايفيرج. يبقى عند اكس بتساوي واحد المتسلسل دايفيرجنت، اذا السالب واحد مش داخل ضمن فترة الكونفيرجنت او الكونفيرجنس. نروح للواحد الان. نروح للواحد، تمام؟ الكلام كله مكتوب عندكم، ما فيش داعي تقول استنى وبدأ نكتب. الآن بدي أروح لما إكس بتساوي واحد، هستبدل هذا بإيش؟ بواحد. واحد أس أن بواحد، صح؟ هتصير واحد على أن، وهنا ظلتها أن ناقص واحد. هذه متبدلة، صح؟ وكونفيرج ولا دايفيرج؟ كونفيرج. هذه بالالترنيتنج سيريز تيست. يبقى هذه كونفيرجز. ما دام كونفيرج يبقى الواحد هنا بدخل عندي. إذا الانترفال كونفيرجنس لو سبته هيك صح أو قلته إكس تنتمي إلى سالب واحد هو واحد، تمام؟ تلت ساعة، تلت ساعة، أنا قايل له تلت ساعة لسه كتير وقت، كتير هم إحنا اللي عندنا هان وخلصنا وما قدرناش نكمل. نروح للبي، نروح للبي. البي والسي والدي هدول هن ملخص الكلام تجينا هنا، واحنا بدناش اياه الكلام هذا اللي هي صفحة 117، كل هذه الصفحة بدناش اياه لعند الاوبريشنز، بدنا ناخذ الاوبريشنز. احب ما عليكم، يا رب يزيد ويبارك. اسمعوا كل كتاب ملغو خلاص.
فايش تقدموا؟ فايش تقدموا؟ طب اعطونا مادة نعطيكم فيها. ممتاز. نشوف بي الآن. مثال بي بقولنا سالب واحد أس أن ناقص واحد في إكس أس 2 أن ناقص واحد. خلاص خلاص 2 أن ناقص واحد هذه بتساوي إكس ناقص إكس تكعيب على 3 زائد إلى آخره. عشان نشوف بقول لي فور وات فاليوز أوف إكس هذه كونفيرس، فبدنا نروح نجيب له الراتيو تست اي ان زائد واحد على الاي ان تساوي الاي ان زائد واحد استبدل كل ان سالب واحد اس ان زائد واحد ناقص واحد اس ان صح في اكس اس اثنين في ان زائد واحد ناقص واحد على اثنين في ان زائد واحد ناقص واحد مظبوط. كل ان تستبدل محلها ان زائد واحد، تاخذوا بالكم شكلها بسيط لكن اللي بسها عنها بتضيع بضيع الواحد. هذه بسيطه لانهم جنب بعض ان زائد بدي احط محلها ان زائد واحد وعندي ناقص واحد ضلت ان، لكن ما دام احنا هيك هيك عاملين وعاملين بنحط ناقص واحد هي صحيح. هذا هي تقسيم بدي احط ضرب هذا اجيبه بس مقلوب هنا تصير 2 ان ناقص واحد على ناقص واحد أس أن ناقص واحد في إكس أس 2 أن ناقص واحد هاي الأبسلوت. الآن انبسط الواحدات مع الناقص واحد بلزم النيش بطير مع الأبسلوت صح؟ إيه هذه بتطلع أن وهنا أن ناقص واحد لو رفعناها فوق يطلع لي ناقص واحد لأنها تصير أن ناقص أن زائد واحد بطلع ناقص واحد أس واحد بطلع ناقص واحد بطير بضل عندي 2 ان ناقص واحد بدنا نفصل الانات لحال هذه ايش تنفك 2 ان زائد 2 ناقص واحد 2 ان زائد واحد صح في الاكس ناخذها عشقه هاتوا هنا اكس اس 2 ان زائد 2 ناقص واحد على اكس 2 ان ناقص واحد هذه بتصير ايش زائد واحد مظبوط وهان هيك الان اكس اس البسط اس البسط ناقص اس المقام هيك بتصير صح بغير الاشارات بتروح هذه مع هذا بصير اكس تربيع مزبوط هيك يبقى اكس تربيع ابسلوت الان هذا المقدار موجب دائما لانه الان اصلا اكبر من واحد وفوق 2 في 1 2 ناقص 1 1 على موجب موجب وبعدين كلهن هحط بعدين 4 وبعدين احط ان ب 2 و 3 و 4 فبضل هذا الموجب فبيطلع لي ايش 2 ان ناقص 1 على 2 ان زائد 1 ابسلوت اكس تربيع طب ما ابسلوت الاكس تربيع هي الاكس تربيع نفسها صح وبالتالي هذا هتسوي لي 2 ان ناقص 1 على 2 ان زائد 1 في اكس تربيع طب لما اخذ الليمت هذا هتطلع لي برا الليمت وهذا المعامل على المعامل واحد يبقى واحد الآن يبقى هذه تؤول إلى إكس تربيع تمام؟ تؤول إلى إكس تربيع إذن هذه converges absolutely عندما إكس تربيع أقل absolute إكس تربيع أقل من واحد مظبوط؟ لأنه هنا على الرو على الرو على الريشيو تيست لازم تكون absolute الإكس تربيع أقل من واحد يعني الإكس تربيع أقل من واحد يعني ما هو ما هي الأعداد اللي مربعها أقل من واحد؟ ما بين السالب واحد وواحد مش صفر واحد بس برضو العشمال ما بين الصفر وسالب واحد إذا كانت ناقص واحد أقل من إكس أقل من واحد تمام؟ طيب طيب بعد هيك بدنا نأخذ إكس مرة بسالب واحد ومرة بواحد ونشوف إيش بيطلع لنا طيب محلول عندكم اه وخلاص عشان نشوف اللي ضايلان وضح الحل عندنا احنا كيف يجي ولا نكمله
بروح بعوض هان بتروح لو حطيت واحد مثلا حتصير واحد أس وأنا عند هان سالب واحد أس أنا مالي واحد أس كذا بواحد واحد على اثنين ان ناقص واحد عبارة عن إيش إيش صارت صارت alternating series alternating لأنه هذه للإشارة صح وهنا واحد على اثنين ان ناقص واحد هتلاقوها حدودها كلها موجبة متناقصة كل حد أصغر من قبله وهذا يقول للصفر لما أنه تلم على النهاية يبقى يكون فيرس يبقى الواحد بدخل عندي في الانترفال بضل عندي أحط الناقص واحد هتلاقوا نفس الكلام طيب عند الإكس بتساوي واحد طلعت alternating series converges واللي بعده which is an alternating series برضو converges في الحالتين طلعت converges هذه الانترفال مالها closed شايفين في نهاية البي كلوز نيجي للسي نيجي للسي والدي عشان نكون خلصنا هذه الجزئية عشان المرة الجاية إن شاء الله ندخل في الأوبريشنز يعني مصيبة 10-7 يأخذ محاضرتين و10-8 يأخذ له محاضرة وقتشنا ندخل في الباقيات ما علينا ما نحن الباقيات إحنا بدنا بس نتعرف كيف نتعامل مع كيف أكامل باور سيريز كيف أشتق باور سيريز كيف أجمع تو باور سيريز كيف أضرب هاي الأوبريشنز الأوبريشنز خاطر أقول لكم إياها مش سلق أقول لكم إياها من الآخر كيف بنعمل وخلاص ونمشي عشان نلحق نأخذ المهم إلنا بدناش ننزنق في الآخر أقول لكم طيب طيب ماشي أمرنا إلى الله خلينا نشوف السي بس وبعدين بنشوف إيش البقية أنا البريحنا أنكم تأخذوا كل حاجة أنكم تستفيدوا بجد يعني بدل ما تأخذوا قشور وبكرة لو مر عليك سؤال فيه شوية لف صغيرة وإله علاقة في الموضوع ما تعرفش تجاوبي وأنت عارف حالك ممتاز بحس بالقصور الواحد بهونش علينا كيف أنا ما أعرفش طب أنا درست المواضيع هذه لكن ما درسناش بتعمق إحنا بنأخذ فكرة بس صح؟ عشان يأخذ يتعمق الواحد لازم يحل التمارين كل التمارين مفروض ما علينا ما علينا نيجي ل سي السي بقولنا اكس تو دي ان على ان فاكتوري وان بتساوي من زيرو الى ما لا نهايه طيب ناخذ ايش الان الريشيو تيست بدنا ناخذ الريشيو تيست حناخذ ابسولوت اي ان زائد واحد على اي ان مر عليكم الفاكتوريال المضروب عارفين الخواص تبعته لا عارفين انه مضروب الصفر بواحد عارفينها ومضروب الواحد بواحد وعارفين انه مضروب الان هي ان في ان زائد واحد في ان زائد اثنين مظبوط ناقص 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 واحد الى لما نصل من لما وصلت 3 2 1 بعدين وين رحت 3 في 2 في 1 مظبوط اي نعم يعني بتطلع برا بضل اقل برضه الان فاكتوريال هي عباره عن ان في ان ناقص واحد فاكتوريال مزبوط لانه لو خبينا هذه هذا هو مضروب الان ناقص واحد مزبوط هذا بعض الخواص اشوف تتذكروها ولا لا ما علينا الان بجيب اي ان زائد واحد على اي ان ايش بدها تساوي الاي ان زائد واحد اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد فاكتوريال او مضروب تقسيم نحولها ضرب ان فاكتوريال على اكس تو ذا ان فاكتوريال جاي من كلمه فاكتور فاكتور اللي هو العامل فاكتوريال يعني عوامل او تعمل معاملات اي حاجه فنضرب عده عوامل في بعض الان حتصير عندي الان اكس اس ان زائد واحد على اكس اس ان تطلع لي اكس انا بدي احط الانات قبل الان فاكتوريال خلوها واللي تحت عباره عن ان زائد واحد في ان فاكتوريال صح هذه طلعنا الان زائد واحد ضل الباقي في اكس اس حطيت ضرب شنبيه ها طيب اوكي تمام المضروب مع المضروب بروح بضل عندنا ايش واحد على ان زائد واحد في ابسولوت الاكس صح الان هذا يقول الى الصفر ان زائد واحد مضروب كيف صار
هيا تعال الحين الام خليك معي خليك معي مضروب الستة ايش بيساوي؟ ستة خمسة في أربعة في ثلاثة اثنين صح؟ طب مضروب الخمسة خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد معلش طب هذه مش بقدر أقول ستة في مضروب الخمسة؟ لا هي مضروب الخمسة صح؟ فلما يكون عندي ان زائد واحد فاكتوريال بقول عبارة عن ان زائد واحد في ان في ان ناقص واحد في ان مضبوط إلى آخره طب هذا كله الباقي هان لما أصل ثلاثة في اثنين في واحد هو مضروب الان هذا هو ان فاكتوريال اللي بهذا عبارة عن ان زائد واحد في مضروب الان صح؟ فالان زائد واحد بطلعها برا وبنقص واحد من اللي جوه طلعيها برا ونقص واحد بضل مضروب فبيطلع عندي واحد على ان زائد واحد الان لما اخذ الليمت درجة البسط اقل من درجة المقام طب لو كان عندي برا ان زائد واحد الان زائد واحد نقص منها واحد الستة نقصنا منها واحد صارت خمسة طب الان زائد عشرة نقص منها واحد ان زائد تسعة طب الان زائد تسعة نقص منها واحد ان زائد ثمانية طب الان زائد واحد نقص منها واحد ان صح هي ان زائد واحد طلعت برا بضل جوا ان طب لو كانت ان ناقص واحد طلعتها برا بتصير ان لا ان ناقص واحد مضروب بتساوي ان ناقص واحد ايوه ان ناقص اطرحي واحد اطرحي واحد عادي ما تفكريش اطرحي واحد خش على جوا واطرحي واحد بتكتبيها مباشر طيب يبقى هان صفيت على واحد على ان زائد واحد هذا يقول للصفر طبعا هذا حيطلع خارج النهايه يقول الى الصفر طيب الان يعني كانه بيقول لي ايش مكانه اكس هذا الريشيو تيست بيقول له ليميت صفر والصفر اقل من واحد ولا اكبر اقل من واحد يبقى هذا كونفيرج مهما كانت قيمه اكس يبقى لكل اكس صح ولا لا لكل اكس هذا هو اس ضل معنا سبع دقائق قبل ما يجي لا لا هي ضل سطر للدي للدي سطر هيك وقفت عليها يعني احنا كمان نعاود نرجع نعيد من اول جديد المحاضره الجاي انا قلت للطلاب يقروا لحالكم وانتم هاي قاعد بشرح لكم اياها لو باركن عليكم بخليه أنا مش الكل هن كلهم كلمتين نروح للدي الدي ان فاكتوريال اكس تو ذا ان وان من زيرو لما لا نهايه بتساوي كذا كذا الى اخره الان بدنا نجيب ايش الريشيو تيست الريشيو تيست اي ان زائد واحد على اي ان ابسولوت بيساوي ايش نافع انا معي قلم جديد في الشنطه اجيبه طيب الان اي ان زائد واحد على اي ان الاي ان اللي هي ان زائد واحد فاكتوريال اكس اس ان زائد واحد بس على الاي ان ان فاكتوريال اكس اس ان ابسولوت حلو هذه بتطلعها برا تصير ايش ابسولوت ان زائد واحد بس صح لانه هذه بدها تروح مع اللي بعده في مين في اكس هذا حتصفى لايش ان زائد واحد خلص من غير هاي بدون ابسولوت في ابسولوت اكس صح هذا بتطلع برا والليمت هنا عندي ما لا نهايه وهتقول للما لا نهايه الا هذه تقول الى ما لا نهايه الا في حاله انه اكس بصفر لو اكس بصفر فقط بتخلي هذا الجواب صفر صح صفر في عدد قبل ما اخذ الليمت بيطلع صفر اذا هذه كونفيرج فقط لو كانت اكس بصفر ودايفيرج elsewhere اي مكان ثاني غير الصفر بتكون دايفيرج تمام هي خلصت